عاد الثاني لمصلحة فريق الأولمبي. الكرة أحمد الصالح يتدخل، دعوة الكرة من جديد، نجنف ياخذ الكرة، نجنف يبحث عن المرور، نجنف في الصوب، يا السلام والشنينة. ممتاز معتز يلعب كرة الأجنب، فرصة لها لصالح الشرطة جديدة، ولكن الرائع معاذ اللافي يفقد فريق الاتحاد. الأولمبي ولكن لصالح فريق الشرطة بعد تدخل وسام شطيبة، رمي التماس عند الحداد، يلعب كرة الأجنب أحمد الأجنب. اتجاه الزياني، الجرنازي يلعب كرة في انطلاقة باتجاه لجنف السريع، يمشي لجنف مع الهمامي، يمشي لجنف مر عبد السلام، حركة يلعب كرة أحمد لجنف، أحمد لجنف يمر، كرة داخل منطقة الجزاء، ولكن تبعد من دفاعات الشط، تعود باتجاه لجنف، يمشي التسعة لجنف مرة ثانية، كنترول بين اثنين لمصلحة فريق السويحلي. نقلت مميز العودة للخط الخلفي، ياخذها لجنف، يمشي لجنف سريع جدا، وهناك صافرة السويحلي في الكرة الأخيرة تلعب لفريق الشطة، أحمد لجنف حاول أن يمر، يتقدم بكورة أحمد لجنف ويتحصل على خطأ.